السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فريق الدعم من شركة ليميتلس. اليوم رح نشوف آلية عمل جهاز تعقيم بخار 2850 ملي. هذا الجهاز فيه خاصية إعادة التعبئة ريفيلينج، اللي هي تسمح لنا إنه نحن نضل نعبي بالمحلول أو المي اللي عم نستخدمه أثناء عملية التعقيم. هلا رح نشوف الملحقات كيف استخدامهم. عندنا هدول ملحقات للأماكن العالية، فينا نركب الثنتين مع بعض أو نركب واحدة حسب الحاجة مثل ما احنا شايفين، وطبعا التركيب بيكون بهاي الطريقة سهل جدا. عندنا الملحق الثاني اللي هو للمفروشات. طبعا هذا الملحق فينا نركب عليه هاي الفوطة إذا ما بدنا يصير عملية تبلل في المفروشات، وفينا نركب عليه الملحق هذا إذا بدنا نستخدمه للزجاج، فبيكون بهذه الطريقة. عندنا هاي النزل للزوايا والأماكن الصعبة. هدول الفراشي، واحدة سوفت واحدة هار، لإزالة البقع من البورسلان والأراضي. وعندنا هذا الملحق للأراضي والسجاد. طبعا طريقة استخدام هذا الملحق هي على الشكل التالي. نحط الفوطة بهالشكل. طبعا فينا نستخدم الملحق على الأرض بهالفوطة هاي بهذا الشكل، ولو كنا بدنا نمشي على السجاد لسهولة التمرير بنركب مع الملحق وبيصير بهذا الشكل. في عنا هذا الملحق بنركبه لحتى نلف الواير بهالطريقة. عنا هذا الملحق بنركبه على الشكل التالي. بنركب هذا الملحق هيك، وبنركب هذا الملحق لحتى نقدر نركب الخرطوم بهذا الشكل. هلا رح نشوف طريقة الاستخدام. أول شيء طبعا الساعة 2850 ملي، فينا نحن نحط الكمية اللي بدنا إياها. وصلنا الواير بالكهرباء وشغلنا الأون. طبعا هذا فيه خاصية تسخين السريع، يعني خلال 30 ثانية بيكون الجهاز جاهز للاستخدام. طبعا بعد ما انطرنا 30 ثانية رح نضغط أول ضغطة. طبعا أول ضغطة بيبدأ بيشتغل بخار مع ماء. بنضغط الضغطة الثانية بدنا نزيد كمية البخار. الضغطة الثالثة كمان بنزيد كمية البخار أكثر. طبعا هو عبارة عن 5 ضغطات، الرابعة أكثر مثل ما احنا شايفين، والخامسة هذا بيوصل لأعلى مستوى من البخار. آخر ضغطة رح نستنى ننتظر يحرك في الجهاز ثواني. طفى الجهاز.